الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. صدق الله وصدق رسوله. المرحوم الوالد رحمة الله عليه كانت له وصايا خمسة. هذه الوصايا الخمسة كان يكررها بالخصوص على طلاب العلوم الدينية، ولم يكن يمل من تكرارها عليهم. في بعض الأحيان حسب الشرائط الزمانية والمكانية كان يقتصر على هذه الوصايا الخمسة ويذكرها خلال دقيقتين للإشارة والتأكيد، وبعض الأحيان كان يفصل ويسهب فيها ويشرحها بتفصيل خلال نصف ساعة أو أكثر. الوصية الأولى: التقوى والخوف من الله. الوصية الثانية: حسن الأخلاق مع الكل وفي جميع الأحوال. الوصية الثالثة: خدمة الناس. الوصية الرابعة: الخطابة. الوصية الخامسة: الكتابة. أنا أقتصر على بيان الوصية الرابعة في هذا المجال، وهي التركيز والتأكيد على الخطابة. العالم تحكمه قوتان: القوة الأولى قوة السلاح المتمثلة بالحاكم غالبا، هذه القوة تحكم الشعب، تحكم الجماهير وتسيرهم حيث يريد ذو القوة الحاكم المقتدر أو ما أشبه ذلك. القوة الثانية قوة البيان المتمثلة غالبا بالخطباء الكرام، هؤلاء يحكمون الناس ويسيرونهم حيث يشاءون وإلى الاتجاه الذي يريدون.
والفارق المهم بين هاتين القوتين أن القوة الأولى تحكم الأبدان بالحديد بالنار بالسلاح، أما القوة الثانية فتحكم الأرواح والقلوب وتنفذ في أعماق قلوب الناس لتسيرهم حيث تريد. الخطيب مهما تعب على نفسه كانت النتائج بمقدار ما يتعى، بمقدار المقدمات. ترون الخطيب بعض الأحيان يخطب لعشرة، وبعض الأحيان هنالك خطيب قدير متمكن يخطب فيحضر منبره الآلاف، وهنالك خطيب يستمع إليه عبر الفضائيات الملايين. المرحوم الوالد رحمة الله عليه كان يقول إحنا إش ما قلنا للناس فعلوه، أتوا به، شنو شوقناهم، على شنو حرضناهم، شلون وجهناهم، الناس استمعوا إلينا. والعمل الذي الناس لم يأتوا به لأننا لم نقل لهم، لم نوجههم، قلنا لهم أسسوا حسينيات أسسوا، قلنا لهم تبرعوا للإطعام تبرع، قلنا لهم تبرعوا لطباعة الكتب تبرع، قلنا لهم عظموا الشعائر الحسينية عظموا، قلنا لهم أسسوا فضائيات مساجد مدارس سووا. اللي الناس ما سووا ليش؟ لأننا لم نقل لهم. من هذه الكلمة يتبين دور الخطيب، كيف يتكلم وماذا يقول وكيف يوجه الناس ومدى قدرته واستطاعته على التأثير في القلوب. خطيب يحضر لعشرة يأثر على عشرة، هذا جيد، ولكن هل هذه قدرته؟ الجواب لا، هنالك قدرة كبرى في الإنسان يتمكن أن يتكلم ويحضره الآلاف ويؤثر وينفذ في قلوب الآلاف. هنالك قسيس مسيحي في إحدى البلاد الغربية، هذا حينما يخطب يحضره 40,000 مستمع، أكو قاعة كبيرة جدا، في هذه القاعة 40,000 مقعد، تمتلئ القاعة قبل حضور الخطيب. فيأتي هذا المتكلم ويخطب 40,000 لمدة 6 ساعات. هذه القدرة موجودة عند كل فرد بتحصيل مقدماتها. لا نروح بعيد، خلنا نكون في الدائرة. واحد من الخطباء الكرام حفظهم الله، من أجلاء الخطباء، قبل حوالي يمكن 20 سنة أو أقل، كان يخطب في صحن حرم السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها،
والصحن غاص بأهله. السيد الأخ يقول أنا حضرت في المجلس، بس إما من أول المجلس أو في وسط المجلس. يقول مرت حوالي ساعة والخطيب يخطب، وعادة الناس بعد مرور نصف ساعة تبدو عليهم آثار التعب، واحد يحك راسه، واحد يمد رجله، واحد يغير هيئة جلوسه. السيد الأخ يقول أنا قريب الساعة، قلت أشوف الناس شنو انطباعهم، هل تظهر عليهم آثار التعب؟ قلت طالعت الوجوه، شفت الناس قاعدين ينظرون إلى الخطيب وكأن على رؤوسهم الطير، ماكو أي حركة. قربت الساعة إلى ساعة ونص تقريبا، هم طالعت الوجوه، شفت الناس ينظرون إلى الخطيب بلا حركة، واستمر الخطيب إلى حوالي ساعتين والناس على نفس الهيئة متعطشين. الظاهر السيد الأخ نقل أنه ساعتين ونص تكلم هذا الخطيب من على المنبر في صحن حرم السيدة زينب، والناس متشوقون يتلهفون إلى سماع حديثه. شنو الفارق بين هذا الخطيب وبين خطيب آخر؟ الفارق في تحصيل المقدمات. خطيب تعب على نفسه، خطيب ما تعب على نفسه. اللي تعب على نفسه أكثر يقدر يأثر في المجتمع. الذين يبلغون رسالات الله، تبلغ لعشرة أو تبلغ لعشرة آلاف، فارق كبير جدا. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أو آلاف من الرجال، فارق كبير جدا. فعلى الفرد أن يسعى بمقدار ما يتمكن من تهيئة هذه المقدمات. ما هي مقومات الخطابة الناجحة والمتفوقة؟ الآن احنا نعيش عصر التحديات، واحد ينجز هذا المشروع، هاي مرحلة الإنجاز. الحمد لله كلنا خطباء، ولكن هذه المرحلة هي المرحلة الأولى، لابد وأن يصل الإنسان إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التحدي. أكو خطوط كثيرة وكبيرة تعمل، آلاف من المبلغين، عشرات الآلاف من المبلغين، مئات الآلاف من المبلغين من الأديان الأخرى، من المذاهب الأخرى، دي يعملون ليل نهار. الآن مرحلة التحدي، إذا واحد تمكن أن يتحدى هل يقف عند هذا الحال؟ الجواب لا، هنالك مرحلة أخرى وهي مرحلة التفوق. حسب كلمة المرحوم السيد الأخ رحمة الله عليه، الإنجاز أولا، التحدي ثانيا، التفوق ثالثا. فما هي تلك المقومات؟ المقومات طبعا عديدة، أنا أقتصر على ذكر بعضها. المقوم الأول كثرة الارتباط بالقرآن الكريم وروايات أهل البيت. القرآن الكريم، الآيات المباركة والروايات الشريفة مخازن وكنوز السعادة في الدنيا قبل السعادة في الآخرة، ولكن عادة احنا بعيدين عن هذه الكنوز. واحد عنده كنز ولكن ما يدري عنده كنز.
هو مخلي في القاصة عنده كنز ثمين، عنده ثروة هائلة، مخليها بالقاصة وقافل القاصة وقاعد يأكل خبز يابس، لا ينتفع بهذه الثروة ولا ينفع الآخرين. نحن عندنا القرآن الكريم، مليء القرآن بالتوجيه والإرشاد للحياة الفردية وحياة المجتمع، لإسعاد الفرد، لإسعاد المجتمع، لإسعاد الأمة. كلمات في القرآن الكريم، كلمة واحدة تسبب السعادة الزوجية. الآن هل قد أكو خلافات ونزاعات وطلاق هنا وفي البلدان المجاورة؟ قرأت في التقرير قبل عدة أيام نسبة الطلاق في إحدى البلاد الإسلامية 1 من 6، كل 6 زيجات تؤدي إلى طلاق واحد، وكل طلاق يعني كارثة. في مدينة معينة لا أسميها نسبة الطلاق من كل 3 زيجات طلاق واحد، هذا إحصاء رسمي لنفس تلك الدولة. علاج هالمشكلة الكبرى في كلمة واحدة 6 حروف في القرآن الكريم أو 5 حروف. واحد إذا يتعمق في القرآن الكريم، يتعمق في روايات أهل البيت، يتمكن أن يعطي مطلبا جديدا للمستمعين، أن يضيء لهم الطريق. واحد من الأعلام نقل لي أنه أهدى كتاب الصحيفة السجادية لواحد من القساوسة في إحدى البلاد الغربية، واحد من القساوسة الكبار. الصحيفة السجادية كنز ثمين، يقول بمجرد ما أهديت هذا الكتاب عاينة، قال هذا الكتاب موجود عندي وأنا أستعمل وأستخدم الكلمات الموجودة في هذا الكتاب في خطبي يوم الأحد في الكنيسة. القسيس المسيحي اللي كان أيضا له مرتبة عالية في تلك الدولة، مرتبة اجتماعية وسياسية أيضا، يصرح بأني هذا الكتاب شنو أستفيد منه في خطبي. احنا نطالع الصحيفة السجادية، نستشهد بمقاطع من الصحيفة السجادية. واحد من الأخوة نقل لي أيضا أنه حسب تحقيقه هو شخصا، واحد مطلع، يقول أنا حققت في أرقى الجامعات الغربية دولة معينة، يقول في أرقى الجامعات في تلك الدولة أحدث النظريات التي تدرس. يجي بروفيسور فيلسوف أستاذ جامعة يأتي بنظرية حديثة وكأنه من اكتشاف نفسه، هاي نظرية أحدث النظريات في البعد السياسي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي ومختلف الأبعاد الأخرى. يقول أنا راجعت هذه النظريات الحديثة ورأيت نصوصها مترجمة من كتاب بحار الأنوار، نص كلام العلامة المجلسي في سطر يعني 3، يقول حتى ما مغير بي، حتى ما مغير بي. يترجمون بحار الأنوار هذه الثروة الكبيرة الموجودة عندنا منذ مئات السنين ويدرسونها بعنوان أحدث النظريات التي توصل إليها هذا الفار في أرقى الجامعات في تلك الدولة الغربية. مو أولى نحن أن نهتم بالقرآن وبأحاديث أهل البيت، بالكاف الشريف، بالخصال، وسائل الشيعة.
هذا المقوم الأول. المقوم الثاني التعبئة العلمية فقها وأصولا وعقائدا. الخطيب العالم، استمعوا إلى كلامه، غير الخطيب الذي لم يصل إلى مرحلة متفوقة من حيث العلم. الخطيب اللي دارس بمقدار 3 سنوات 4 سنوات جيد، ما أقول مو جيد، ولكن هذا كلامه غير الخطيب الذي وصل وتجاوز مرحلة بحث الخارج فقها وأصولا وعقيدة. الآن أمواج من الشبهات تأتينا، يصنعون الشبهات، وإذا يفاجأ الخطيب بهذه الشبهة، إذا متمكن من الناحية العلمية يستطيع أن يرد على تلك الشبهة، وإلا لا سمح الله لا يتمكن. هذه من مقومات نجاح الخطيب، التعبئة العلمية فقها وأصولا وعقيدة. المقوم الثالث المطالعة الكثيرة قبل المنبر، قبل المجلس. الخطيب الناجح يطالع 8 ساعات لمنبر واحد. واحد من الخطباء نقل للمرحوم الوالد اللي أنا أطالع، واحد من الخطباء الكبار المؤثرين في المجتمع، أنا أطالع للمنبر الواحد، أتصور على ما ببالي كان قايل 15 ساعة. والأغرب من هذا المرحوم الأخ محمد رضا رحمة الله عليه، واحد يتصور أن خطبة الجمعة جاءت اعتباطا أو خطبة غير الجمعة تؤثر على ملايين الناس من الموافقين ومن المخالفين، وفي ذلك قصص كثيرة لا أريد أن أبين تلك الشواهد اللي أثرت ونفذت حتى في قلوب المخالفين بل المعاندين. إيش قد كان يطالع لخطبة الجمعة، خطبة واحدة يحضرها من يوم السبت، يبدأ خطبة الجمعة يوم الجمعة ألقاها، من يوم السبت يبدأ بالتفكير والتحضير وجمع الشواهد والقصص، ويوم الخميس يتفرغ. أنا لم أكن معه في الكويت ولكن شاهدته في قوم حينما كان يخطب يوم الأربعاء عصرا، كان يعطل كل دروسه، دروس الصباحية كانت موجودة، هاي دروس الحوزة، دروس العصر كانت دروس خاصة، دروس عقائد مثلا، فقه خاص، أصول خاص، كنت أحضر معه. يوم الأربعاء عصرا كان عطلة، كان يتفرغ من الظهر إلى ساعة 8 بالليل اللي موعد الخطابة، ليلة الخميس كانت الخطبة، يتفرغ لتحضير هذه الخطبة 6 ساعات 5 ساعات أكثر أقل ما أدري. أما في الكويت من يوم السبت كان يبدأ بالتحضير وجمع الشواهد والقصص، يعني 24 ساعة دا يفكر لهاي القصة من وين أستخرجها، شلون أقدر أخليها في الخطبة، ويتعب على هذه الخطبة. المقوم الثالث المطالعة الكثيرة لمنبر واحد. المقوم الرابع إتقان فن الخطابة. الخطابة فن. هذا الخطيب اللي نقلنا لكم قضيته في صحن السيدة زينة، السيد الأخ زار بعد انتهاء خطابته، قال له ما كنت فترة، قال أنا كنت في لندن. قال ليش شو تسوي في لندن؟ قال هناك أكو دورات للخطابة. قال أنت بتعبيري شيخ الخطباء، الخطيب المتفوق، تروح إلى دورات خطابية خاصة؟ قال نعم،
أنا كل سنتين مرة أروح إلى دورات خطابية خاصة حتى يقدر يتحدى العالم، ولا واحد لا يروح إلى الدورات الخطابية هذا يبقى في مرحلة الإنجاز، لا يصل إلى مرحلة التحدي ولا يصل إلى مرحلة التفوق. إتقان فن الخطابة. المقوم الخامس الأدب. لا يستغني الخطيب الناجح عن قوة الأدب، أدب لازم يكون عالي وراقي. واحد من الخطباء هو نقل لي أعرفه قال أنا أول مرة خطبت شوي اشتغلت على الجانب الأدبي أول مرة، والمفروض أول مرة واحد شوية مثلاً ما يكون بي كالمطلوب، يقول أول مرة خطبت ولكن اشتغلت على الجانب الأدبي. أجاني فرد واحد وراء الخطابة وقال إن من البيان لسحر، يعني أنت سحرت الحاضرين شوية مشتغل على الجانب الأدبي. المقوم الخامس السادس والأخير، طبعا ليس أخيرا وإنما آخرا، هنالك مقومات كثيرة، أن يكون الخطيب صادقا مع الله، صادقا مع المجتمع الذي يعيش فيه، وأن يكون عاملا بما يقول حتى ينفذ في القلوب. وهنالك مجموعة من المقومات الأخرى كالإخلاص مثلا، ندع تفصيلها لمجال آخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم ويوفقنا جميعا لأداء هذه المسؤولية الملقاة على عاتق الأنبياء والأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونحن حملة تلك الراية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.